بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ، بسم الله نتوكل، بسم الله دائما وأبدا نستعين، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد يا رب العالمين. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. سيارة النيسان الستيشن، من يكون سعيد الحظ من بين هذه الأسماء التي انطلقت على بركة الله وتوفيقه في مساء هذا اليوم، في هذا الحضور المشرف، في هذا الحضور الميمون. انطلقت الشعارات، بدأت الأسماء التي أعلنت عن البداية وعن الانطلاق من خلال هذه الشعارات المتواجدة والباحثة عن الرمز الأول في مهرجان ختامي الوثبة. انطلق هذا الشوط، شوط الكاس، إضافة إلى النيسان الستيشن لصاحب المركز الأول وصاحبة الرمز، بينما المركز الثاني أيضا يحصل على سيارة لاند كروزر بيك أب، بينما المركز الثالث أيضا سيارة اللاند كروزر البيك أب، بينما من المركز الرابع حتى المركز العاشر هنالك المبالغ النقدية التي تنتظر الفائزين. المقدمة مع مقدمة الشوط، من تقدم نفسها في هذه اللحظات من أجمل الأسماء التي مرت على التاريخ. العنود تتقدم، العنود تنطلق، العنود تتواجد، من الأسماء الجميلة، من الأسماء الرنانة، من يسليني لياضاك فيني فضاي، دم ما يملأ مكان العنود إلا العنود. بن جهويل يقدم العنود، ولكن إصرار، إصرار تتقدم، إصرار المصرة على الفوز، على انتزاع الناموس، يقدمها عبيد بن غصاب الخالص العامري مع مقدمة الشوط. المركز الثاني، يأتي دور العنود مع المركز الثاني متقدمة بشعارك يا بن جهويل، يقدم العنود حمد بن محمد بن جهويل. المركز الثالث اللي وصلت خيره عبد الله بن خالد بن حارب المهيري يتقدم مع المركز الثالث. هؤلاء الثلاثة اللي مع المراكز الأولى، الكل محافظ على السيارة حتى هذه اللحظة، بينما المركز الرابع وصلت حلوة سعيد بن مطر الرميثي مع المركز الرابع. المركز الخامس القادم اليازي محمد بن سالم بن هويمل العامري مع المركز الخامس. هكذا متابعين الكرام، الخمس المراكز الأولى المتقدمة وما بعد الخمس، ياهي من حقايق، ياهي من ابكار، قادمات قادمات من اجل الفوز، من اجل الناموس، من اجل اختطاف اول الرموز. ولكن بالخالص، بالخالص مازال مخلص على الامور، مخلص على الامور، لكن وضعك في خطر، وضعك في خطر يا بالخالص، اما تخلص عليهم ولا خلصوا عليك. ما فيه رحمة في شوط الكاس، ما في رحمة يا بالخالص مع المركز الأول، ولكنه مقدم لنا إصرار، إصرار، إصرار وعزيمة. وعبيد بن غصاب بالخالص العامري المركز الثاني، القادمة مع المركز الثاني وصلت خيرة، وعبد الله بن خالد بن حارب المهيري يتقدم في هذه اللحظات بشعارك. المركز الثالث وصلوا، وصلوا، وصل في هذه اللحظات بن زيتون، ووصل المجازف، انطلق المجازف، ووصل ايضا مبارك بن نصر العامري مع غدير، غدير
هو اللي وصلت مع الكيلو الأخير، وصلت مخيفة، وصل عبيد بن خادم الرميثي. أعود إلى مقدمة الشوط، إلى الصراع المثير، إلى الصراع المنير في الكيلو متر الأخير. الكاس يهل الحقايق، الكاس يهل الأصايل، روح المجازف، روح المجازف في هذه اللحظات وفي الأمتار الأخيرة. أعلام دول مجلس التعاون ترفرف عالية عالية في صراع، في صراع، في صراع، في صراع، في نزاع، ولكن إصرار، 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 ما زالت مصرة، ما زالت مصرة. والمجازف، المجازف يمني النفس بأن ينقل السلامات إلى هالمنازف، إلى هالمنازف بن زيتون، ولكن هنالك غدير، غدير قادمة معك يا بن نصرة. ولكن المجازف، المجازف طار بالكاس الأول، طار بالكاس الأول مع إلزام، مع إلزام. يا بوي هذه راحت لها سبوك السلامات، عبيد بن حرب العمراني، سلام وتحيات واحترامي يا هل تبوك الورد، يا هل تبوك الورد. تهانينا لعبيد بن حرب بن سلمان العمراني على فوز إلزام في المركز الأول بشعارك يا المجازف. بالفعل السلامات تنتقل إلى ميدان تبوك في المملكة العربية السعودية باسم إلزام لعبيد بن حرب العمراني. نعم تهانينا له على هذا الفوز، والكاس الأول ينتقل إلى المملكة العربية السعودية وإلى مكان مولدي، ومولد للإنجازات وللنواميس، ومولد للأصايل والرموز، شاهدة وحاضرة مع هذا التوقيت. 5:58.3 من الثانية، إلزام ملزومة بأن تخطف الكاس الأول إلى ميدان تبوك هنالك في المملكة العربية السعودية مع عبيد بن حرب بن سلمان العمراني. تهانينا لك يا العمراني، وإلى أهالي حقل أيضا في تبوك الورد. بينما المركز الثاني، وصلت غدير مع المركز الثاني. تهانينا لمبارك بن محمد بن نصرة العامري على الفوز في المركز الثاني. والتوقيت الزمني لحظة الوصول هنا المركز الثالث، الثاني 5:59.9 من الثانية، وثالثا مخيف عبيد بن خادم الرميثي. والتوقيت الزمني 6:01 من الثانية. لنهني أهالي تبوك على انتزاع الكاس، وينطلق رمز آخر بعد الثانية لعبيد بن حرب العمراني.